الوضيحي، مسمى غزال المهل العربي قديماً، رمزاً للأصالة والجمال الطبيعي، فهو أجمل وأندر الكائنات التي تجوب صحاري الجزيرة العربية. يتميز هذا الحيوان الرائع بقرونه الطويلة المستقيمة ومعطفه الأبيض الناصع الذي يضفي عليه مظهراً ملكياً يتناغم مع الرمال الذهبية. دولة الإمارات تضم أكبر عدد من المهل العربي المعادي توطينها بإجمالي 1595 رأساً وفقاً للمسح الإقليمي الذي نفذته الهيئة العام الماضي لبرامج إعادة توطين المهل العربي وتقييم الممارسات الإدارية والعوامل المؤثرة على السلوك الطبيعي للحيوانات، وشمل المسح 2632 من المهل العربي في 4 دول مشاركة هي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والأردن، وضمت 7 برامج إعادة توطين مستهدفة، فقد تبوأت الإمارات المرتبة الأولى في أعداد المهل العربي المعادي توطينها في الدول الأربعة التي شملها المسح، وسجلت الدولة نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة اعتماد بنية تشريعية متكاملة تشمل قوانين لحماية هذه الأنواع وطبيعة التعامل معها وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى زيادة أعداد المحميات الطبيعية والتوسع فيها.